شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة في اجتماع الدورة 33 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية بدولة الكويت الشقيقة. هذا وتم خلال الاجتماع التطرق لعدد من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص العربي وسبل تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك. إلى جانب ذلك تم التباحث حول دور القطاع الخاص وأهميته في تعزيز التنمية المستدامة وسبل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. أكد النائب الأول لرئيس الغرفة على أهمية تعزيز دور الغرف التجارية العربية في رسم السياسات الاقتصادية بما يسهم في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية وتوحيد المواصفات والمقاييس وسهولة تحرك رجال الأعمال العرب لتنمية التجارة البينية العربية، مشيرا إلى أهمية تفعيل الاستثمارات العربية الموحدة لكونها تمثل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلا على أنها من الركائز التي تعتمد عليها الدول في تعزيز التدفقات الاستثمارية وزيادتها، منوها إلى أن تنمية القطاع الخاص لدفع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاديات العربية سيكون من أولويات اهتمامات الاتحاد خلال الفترة المقبلة، فضلا عن المساعي الجادة لوضع خارطة طريق تعزز التعاون الاقتصادي العربي وتجعله أكثر فعالية وقدرة على تحقيق مستهدفات النمو المنشود للاقتصاد العربي. طبعا دور المحاور الرئيسية اللي ناقشناها تعزيز دور الغرف العربية في رسم السياسات الاقتصادية، واعتقد المرحلة القادمة مرحلة يعني فيها تحديات وتحتاج مزيد من التنسيق، والحمد لله يعني في امور وخارطة طريق واضحة ولكن حريصين لتفعيلها وتسريع وتيرة التنسيق والانجاز ان شاء الله. احنا سعداء باستضافة البحرين للاجتماع القادم في الربع الاول. أشقائنا في أعضاء الغرف العربية في بلدهم الثاني في مملكة البحرين. انتهينا من فعاليات الاتحاد الغرف التجارية الخليجية والعربية، اليوم تشرفنا بالوفود العربية، المشاركات كانت كثيفة، وهذا أول اجتماع في تاريخ الغرف العربية والخليجية يعقد بنفس الوقت.